مجددا لكم التحية، وهذه الجولة الصحفية الجديدة والتي نستعرض فيها آخر عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. البداية من الصحف المحلية، ونطالع من صحيفة الأهرام. في اجتماعات الجولة الثلاثية الجديدة، مصر تعترض على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة، اعتماد نتيجة الثانوية العامة وإعلان الأوائل صباح اليوم، 35% حصلوا على 90% فأكثر، والأول من علم علوم. توصيل الغاز في 3,400,000 وحدة سكنية. ومن الأخبار، الحجاج ينهون مناسك أقصر موسم حج، رؤساء الأحزاب يطلقون دعوة للمشاركة في انتخابات الشيوخ، القائمة الوطنية هدفنا تغليب المصلحة العليا من أجل مصر. دوري كورونا على أبواب الموجة الأولى، الأهلي متحفز وفايلر يحذر، والزمالك في ورطة قبل مواجهة المصري. ومن الجمهورية نقرأ، المواطن في قلب الدولة، التموين 1,200 منفذ في مبادرة تشجيع المنتج المحلي، لا أعباء جديدة بالكهرباء، مراعاة البعد الاجتماعي ومحدود الدخل. الأعلى للجامعات يقول انتهاء التنسيق 25 ديسمبر بنفس قواعد العام الماضي. أجراس الكنائس تعود إلى الحياة لتبشر بزوال الجائحة. اليوم السابع نقرأ منها، خبراء يقولون الصراع في ليبيا غامض ومصر تهدف لدرء الإرهاب، مطالب برلمانية بخفض مصروفات الأتوبيسات المدرسية وفق حضور الطلبة. البيئة، 7 محطات لتوليد الكهرباء مربوطة بشبكة رصد الانبعاثات الصناعية. نقيب التمريض يقول صرف دعم لأسر 41 ممرض من شهداء فيروس كورونا. ونتحول إلى الصحف العربية، والبداية من الشرق الأوسط، مخاوف أممية من كورونا بلا حل، والصحة العالمية، مدينة ووهان الصينية قد لا تكون منشأ كورونا، إسرائيل تقصف في جنوب سوريا وشرقها، معركة سرت في انتظار حسم المفاوضات الدولية. من الخليج الإماراتية، ضيوف الرحمن يودعون البيت العتيق بالدموع وأمل العودة. وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته احتجاجا على أداء الحكومة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد دعمها للإمارات لاستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية. ومن الرأي الكويتية نتابع، خبراء يؤكدون أن عمليات المسح التركية في البحر المتوسط تخالف الأعراف والقوانين الدولية. دمشق وأنقرة تنددان باتفاق نفطي بين الأكراد وشركة أمريكية. نصيف حتى يقلب الطاولة بوجه السلطة، وشرب الوهبي وزيرا للخارجية اللبنانية بعد ساعات من استقالة حتى الصادقة. من صحيفة عمان نقرأ، حماس، غارات إسرائيل على قطاع غزة تعد تصديرا لأزماتها الداخلية، رغم تصدعه بسبب الحرب، أمطار اليمن تنعش سد مأرب التاريخي. الولايات المتحدة، كورونا يتفشى بطريقة غير عادية، و18 مليون إصابة حول العالم. وننتقل إلى الصحف العالمية، ونبدأ من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. العدوان التركي مشكلة للناتو، على الرغم من كونها عضوا في الحلف، تركيا تشتري دفاعات جوية روسية، والاندفاع الأخير إلى ليبيا وطموحاتها في مجال الطاقة أدى إلى صراعات مسلحة مع فرنسا واليونان. خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق يغادر البلاد بالرغم من خضوعه لعدة تحقيقات حول تجاوزات مالية، ما يثير الجدل السياسي حول مستقبل الملكية في إسبانيا. ومن غارديان البريطانية، الفلبين تعيد فرض الإغلاق مع تحذير الأمم المتحدة من فتح المدارس. ترامب ينتقد عمليات الإغلاق المفروضة بسبب كوفيد-19، ويدعي كاذبا أن الولايات المتحدة تعمل بشكل جيد جدا. دراسة تؤكد أن ارتفاع درجات الحرارة قد تؤدي إلى وفيات أكثر من جميع الأمراض المعدية. ومن لوموند الفرنسية،
صعب على الجميع ولكن ليس لدينا خيار. مدينة ليل الفرنسية تطبق ارتداء الكمامات الإلزامي حتى في الهواء الطلق. وفاة جون هيوم الحائز على جائزة نوبل للسلام ومهندس المصالحة في أيرلندا الشمالية. إعصار أسياس يتجه إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ومن هآرتس الإسرائيلية، إسرائيل تضرب مواقع عسكرية سورية، ومسؤولون إسرائيليون يقولون إيران وليس حزب الله وراء محاولة شن هجوم على الحدود. نجل نتنياهو في مقابلة إذاعية يقول رئيس وزراء إسرائيل يجد تسلية في مشاهد الاحتجاجات الجماهيرية. وبعيدا عن الأخبار السياسية، نقرأ من البيان الإماراتية: دشنت اليونان أول متاحفها تحت الماء، وهو عبارة عن كنز أثري مكون من حطام سفينة غرقت في القرن الخامس قبل الميلاد وتضم آلاف الجرار الخزفية التاريخية، فذلك قبالة سواحل جزيرة ألونيسوس غرب بحر إيجا. ومن المقرر أن تتاح زيارة المتحف لهواة الغوص المرخصين، بينما يتمكن الأشخاص غير القادرين على الغطس من القيام بجولة افتراضية. ومن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الخرف يتراجع في الولايات المتحدة وأوروبا. توصلت دراسة جديدة إلى أن معدلات الخرف انخفضت بشكل مضطرد على مدى السنوات 25 الماضية، لكن المرض شائع بشكل متزايد في العالم، وخطر الإصابة بالخرف على مدى العمر هو الآن أقل بنسبة 13% مما كان عليه في عام 2010. نهاية جولتنا الصحفية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.